كل الجميلات اللي جايين من كل الدول العربية، سمعوني صفقة لهم. يعني هي الأجمل ما بالموضوع، نشوف من كل الدول العربية مجموعين على الخير والمحبة مثل هيك حفل، وإن شاء الله يعم الخير والسلام على كل دولنا العربية اللي إذا تمر فترة صعبة جدا. نتمنى ينتهي هذا الشيء ونرجع كلنا أكيد لدولنا نزورها حتى لو نشوفها بألف خير. أغنيتنا الجاية أغنية نزلناها بعد سنتين من أكيد لما جينا لأمريكا من لبنان، وقفنا أغنية صارت نمبر وان بالعراق وكثير من الدول العربية، إن شاء الله تعجبكم. مربية حلو الطول من نفتح العيون، بقي مرحبا بيطول صعب العيش بدونك. وفي يا حلو الطول من نفتح العيون، بقي مرحبا
مربية بغيابك سعادة هلا من دماغي ابتدت تجي مطالة احزاني وأراضي مربية بغيابك سعادة هلا من دماغي ابتدت تجي مطالة احزاني وأراضي ولك يا حلو يا زين يا عمرة السنتين ولك يا حلو يا زين يا عمرة السنتين قربي يا حلو الطول بنتك ولا عيونك قربي يا حلو الطول بنتك ولا عيونك مليانك عقربي طول صعب العيش من دونك قربي يا حلو الطول بنتك ولا عيونك This next song is our most famous song. It became number one in Lebanon for a long, long time, in Iraq, in Jordan, in many countries. Probably some of you know it. It was released in 2008 when we were in Lebanon. Hopefully you'll enjoy it. This is Lughat al-Ayn. واعطيني بوسه ولا احلى
هاي آخر أغنية إن شاء الله تعجبكم، أغنية جديدة نزلناها قبل شهر، وأغنية فرحة ومعروفة كانت بالعراق لما كنا صغار أيام التسعينات، فحبينا نعيد شيء عراقي أصيل قديم بس بطريقتنا وبروحنا الجديدة. إن شاء الله تعجبكم. إيدي على قلبي. سمعوني صفقة قوية. تبتعد وتروح ربط على حبي يلي سكنت الروح ويدي على قلبي لا تبتعد وتروح على حبي يلي سكنت الروح قلتلك اخرج تريد بس لا تروح بعيد قلتلك اخرج تريد بس لا تروح بعيد ايدي على قلبي Thank you. Thanks for watching us. See you soon, inshallah. This is UTM.